طبعا اليوم هو ختام الورش العالمية التاسعة اللي كانت برعاية معالي وزير البلدية والأشغال العامة، وتفعيلا لمذكرة التعاون اللي وقعت بحضور معالي الوزيرة ومع إشمي جمعية صحة وسلامة الهياكل الإنشائية. وافتتاح المقر اليوم كان هذا تتويج وتفعيل لهذه المذكرة. اليوم هذا المقر هو مقر لكل دول الخليج لاستفادة من هذه التجارب والخبرات اللي موجودة متراكمة عند الأخوان في هذه المنظمة للاستفادة منها. اليوم لسنا بمنع عن الزلازل والأحداث الإقليمية والهزات الأرضية اللي تحدث حولنا، فمن خلال التعاون مع المنظمة نطور شبابنا ونحسن من كود البناء ليتواكب مع الأحداث الإقليمية والتطور التكنولوجي اللي موجود حول العالم. احنا دائما حريصين على يعني استقطاب كل حدث تكنولوجي او كل تطور في التكنولوجيا خصوصا في مجال الهندسه لتسليط الضوء عليه في دوله الكويت، حتى نعطي صوره واضحه لمتخذ القرار في ما يتعلق في ما يتطور حولنا في العالم، لنكون نواكب دول العالم وكذلك نكون سباقين في هذه المجالات. طبعا المبادرة كانت بداية من اللجنة المنظمة في جمعية المهندسين، والمعالي الوزيرة هي أحد المشاركين في هذه اللجنة قبل توليها منصب الوزارة، وكان في تعاون مع الهيئة العامة للرعاية السكنية وكذلك البلدية والأشغال للاستفادة من تجاربهم.